أنا سعيدة وجودي النهاردة في الملتقى ده مع أهل الصعيد، وخصوصا أغلب الجمعيات الأهلية اللي بتعمل في مجال تنمية الحرف التراثية واليدوية في الصعيد. وجزء كبير جدا من أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة هي رفع المستوى الاقتصادي للأهالي من خلال دعمهم ومن خلال تشجيع العمل في مجال الحرف اليدوية والاستثمار في العنصر ان وزارة السياحة بتولي اهتمام كبير جدا بالموضوع ده، والحقيقة مهتمية كمان بالتنمية المستدامة او التنمية السياحية المستدامة، على اساس ان يبقى في واحد من كل اسرة مصرية بيشتغل في مجال السياحة سواء بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال سواء كان حرف يدوية او تراثية او اي شيء مرتبط بالسياحة. مش شرط انه يشتغل في الفندق او في شركة السياحة بشكل مباشر، لكن كل حاجة بتخدم السياحة او بتضيف اليها أي حد بيعمل فيها، ده بيضيف إلى المنظومة السياحية والاقتصادية في الدولة. ثم يأتي دور الوزارة في منح التراخيص والتفتيش ويشوف المكان ده يصلح ولا ما يصلحش، وبناء عليه بندي عدد النجوم. لو حضرتكم طبعا عارفين يعني إيه النجوم، إن كل فندق أو ريزورت أو منتجع سياحي بيبقى له درجة نجومية، وهذه الدرجة بتبقى اللي بتحدد الكواليتي أوف سيرفيس والكواليتي بتاعة كل الأصول اللي موجودة داخل هذا الفندق. وزارة السياحة الحقيقة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي في نوفمبر الماضي، وكان أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي اللي متماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو الحفاظ على التراث ورفع المستوى وتقليل الفقر وكمان تمكين المرأة. دايما في برز السيدات اللي أول كانوا بيعملوا ليهم، يعني ده بيبقى جهازها هي أو شغلها هي أو فستان ليها هي، دلوقتي تحول إلى برز السيدات قاعدة في دورها معززة مكرمة بتشتغل الحاجات دي. مش عايزة أقول لكم إنها بتتصور، عشان أنا عملت عرض أزياء في باريس عاصمة الموضة كلها فساتين معمولة من التانية. لو شفتوا الصور أنا ما تصدقش نفسك إيه اللي معمول. نجمات السينما العالميين في على الريد كاربت في الأوسكار كتير منهم لبسوا التاني ده مصري. ده حضرتك لما يتحط على ميد إن إيجيبت ده العالم مصري، خلاص أنت مش محتاج.